السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء في مساق تطبيقات الطاقة المتجددة في أنظمة التبريد والتكييف. في المحاضرة السابقة تكلمنا فيها عن مضخة الحرارة أو المضخة الحرارية اللي ممكن نستفيد منها في اللي هو تدفئة وتبريد المنازل باعتماد على الطاقة الجوفية الموجودة في باطن الأرض. وصلنا آخر شيء إنه تكلمنا عن السيستم أو النظام الجيو اكستشينج سيستم أو نظام التبادل الحراري أو المبادل الحراري الجوي. قلنا إنه في عندي أكثر من شكل، أكثر من نظام، كلوز لوب سيستم وأوبن سيستم، وفي عندي اللي هو سبيشال سيستم اللي ممكن يكون هايبر، يعني بيجمع بين أكثر من نظام، من فوق كلوز مع أوبن مع بعض. وتكلمنا فيها عن الهوريزنتال ترينش لوب، كنا بنحفر خندق، الخندق هذا بيكون عادة عمقه في حدود مترين أو أكثر، إنه بيكون عندي هذا الخندق طوله في حدود اللي هو 600 فيت 300 فيت أو 100 متر، فبالتالي بيكون طول الأنابيب رايح جاي حوالي 200 متر حتى يعطيني 1 طن من الكباستي، وإنه هذا بينفع فقط لما بيكون عندي، يعني بيكون فعال لما بيكون عندي مساحة شاسعة من الأرض، لأنه حتى إن أحصل على طن واحد من الحرارة بحتاج في هذه الحالة أن يكون عندي خنادق بعمق مترين، طول 6 متر، أنابيب طولها اللي هو طول عمق 6 متر، طول 200 متر وال 100 متر، ويكون عندي الأنابيب طولها رايح جاي 200 متر، مساحة الأرض بتكون عندي ربع دولم أو 250 متر مربع. لكن في الهورزنتال، طبعا هذا في حالة الهورزنتال لوب، لكن تكلمنا عن سلينكي لوب او بكون في عندي انا اللي هو عباره عن حلقات. بقول في هذه الحاله انه بنقلل احنا طول الخندق، لان الخندق بيصير طوله في هذه الحاله فقط ما بيزيد عن 125 قدم او بمقدار 40 اللي هو متر تقريبا، وانا بي بتضل نفس الطول طبعا 200 متر. لكن لما جينا تكلمنا عن الفيرتيكال بوب لوب، انه انا بصير عندي عباره عن حفر افقي، في الحفر الافقي فحفر نفسي على شكل جواديم، طول الجدوح لازم يكون عندي تقريبا 200 قدم او 60 متر، او بيكون عندي بالنسبه للجدوح في هذه الحاله حاعطيني 1 طن من الحراره، فبكون عندي فقط على مساحه 25 متر مربع انا بقدر بطلع طن حراري. كمان بنقول انه قطر الجدوح ما بيزيد عن 5 انش، يعني في حدود 10 ل 12 سنتيمتر فقط لا غير. كمان انه المسافة بين الجواديح لازم ما تقل عن اللي هي 15 قدم او عن 3 متر، اذا هو بيكون من 3 ل 4 متر. ف بالنسبة للفيرتيكال لوب قلنا كل جدوح منهم بيعطيني مقدار طن، 24 جدوح ب 24 طن مقسمين على 3 دوائر، كل دائرة فيها 8 جواديح وثمان أنابيب، كل واحد طوله 60 متر، 3/4 انش بيكون عند كل 8 موصلين، مع اللي هو خطين أساسيات أو رئيسيات بيكون 2 انش. بالنسبة للهوريزنتال بورينج أو بالنسبة اللي هو نظام حفر الجواديح اللي بيكون عندي هوريزنتال، يعني بيكون عندي افقي دايركشنال، بنقول عنه ممكن نسميه دايركشن موجه، لانه في النهايه احنا بنستخدم مكن حتى انه نحفر الجواديح، نحفر اللي هي الجواديح، او نحفر مش جواديح، نحفر اللي هو خنادق بشكل افقي، فبيكون عندي طول الواحد فيهم تقريبا 200 قدم، كل 200 قدم بشكل افقي بيعطيني ايش 1 طن من الحرارة من الكباسيتي. العمق بده يكون عادي، بس العمق بيكون في حدود 15 متر. يعني ايش هذا بيفرق عن اللي اخذناه قبل عن الهوريزنتال لوب، وايش بيفرق عن اللي هو السلينكينج اللي هي بتكون هوريزنتال، وايش بيفرق عن الفيرتيكال؟ بيفرق عن الفيرتيكال في انه بيشبه الفيرتيكال في انه عبارة عن نظام جواديع، ولكن ما بتكون رأسية، بتكون ايش افقية، يتفق مع النوع الأول في إنها أفقية، وبيختلف معها في إنها ما بتكون على سطح الأرض وإنه بتكون مكشوفة، وإنما تكون في باطن الأرض على بعد 15 قدم أو أقل، يعني على بعد 5 متر تقريبا وانزل. ليش بنختار هذا العمق؟ طبعا بنختار هذا العمق لأنه درجة الحرارة بتكون على بعد قلنا 10 متر أو 15 متر، وتحت بتكون عندي درجة الحرارة خلاص ثبتت وأخذت اللي هي
متوسط درجة حرارة الصيف على مدار السنة الأفرج يعني، اللي قلنا في غزة بتكون عندي حوالي 20 لـ 21 درجة مئوية. القهوة عبارة عن جمع ما بين له طبعا نقاط تشابك واختلاف مع اللي هو طريقة الخندق مع طريقة اللي هو الحفر الرأسي. في عندي أنا كمان البوند لوب اللي هو عبارة عن حلقة البحيرة أو البركة، يكون عندي أنا تجمع مائي. التجمع المائي هذا بيكون عبارة عن سطح مائي مكشوف، بنعرف المية غير عن الأرض، المية بتكتسب الحرارة بصعوبة وبتفقدها بصعوبة، بعكس الأرض تسخن بسرعة وتبرد بسرعة. وبالتالي بيتم في هذه الحالة الجمع ما بين طريقة الخندق وما بين طريقة البن، بتكون كوست افكتيف أكثر شيء، ونعتبرها كلوز لوب ديزاين اللي هي عبارة عن نظام مغلق. كيف يعني كلوز لوب؟ يعني بيكون الساخن والبارد موصولين مع بعضهم البعض، هي كلوز لوب. في البوند ديبث لازم انه ما يقل عن 15 قدم، تمام، من 12 ل 15 قدم، يعني في حدود حوالي 5 متر 4 متر الى 5 متر، لازم ما يقل عن هذا الطول او هذا العمق اللي هو عمق البحيره حتى نقدر استخدمها. البايب لينث ايش بده يكون عندي؟ اللي هو طول البايب بيكون حوالي 300 فيت، حوالي 100 متر على الأقل طبعا، حتى إنه يعطيني 1 طن. الكباسيتي في هذه الحالة بتعطيني لكل 100 متر مربع، تمام، لكل هكتار أو كل 100 متر مربع من البحيرة بيعطيني من 10 إلى 20 طن على حسب التوصيل أو التشبيك، من 10 إلى 20 طن من الحرارة لكل 100 متر مربع من البحيرة. مش كل 100 متر مربع، انما كل 10 دلو من البحيرة اسف، يعني 100% الاكر مربع عبارة عن 100%. وبالتالي الدلم الواحد بيعطيني تقريبا على هيك 1 طن. البايب لاين كلها 300، والبوند بيكون عندي من 12، العمق تبعه في حدود 5 متر. فالبوند لوب بيكون عندي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا، بيتم اللي هو لف الانابيب على شكل حلقات، والحلقات هذه بيتم وضعها على سطح البحيرة. كل ما زاد عدد الحلقات عادة بيتم تحليقها، بحيث انه كل قلنا 300 فيت من الكول بتعطيني طول، وبالتالي بيتم لف 300 قدم كل 300 قدم على حدة، حتى انه سهل علي معرفة اللي هو قديش انا بدي اكم طول من الحرارة، وبالتالي اكم بيلزمني قديش اكم لفة ملزمني من اللي هو اللوبس او من البايبس الموجوده عندي هنا. وبيتم طبعا تشبيكها مع بعضها البعض بطريقه معينه، بالطريقه اللي احنا شايفينها هنا، بمثل رسم توضيحي لاليه لف او لاليه تشبيك اللي هو الانابيب مع بعضها البعض، لانه انا في عندي مسارين في النهايه، طبعا اللي في النص هذا اللي هو للتثبيت، تمام، وبيكون في نفس الوقت عباره عن انابيب بيتم اللي هو وصل فيها الأنابيب مع بعضها البعض، البارد في الساخن، مسار البارد مسار الساخن في داخل الأنابيب نفسها مع بعضها البعض، موصلة على التوازي كلها. وبالتالي بيكون عندي لفتين، يعني أنا بولد 2 طن حرارة، 3 طن اللي بيكون عندي 3 لفات، 4 طن اللي بيكون عندي 4 لفات، وبيكون عندي في النهاية مسارين، مسار للبارد ومسار للساخن. المسار البارد مثلا في المتوسط ومسار الساخن اللي على اليسار والعكس صحيح. فبالنسبة لل طيب كيف ممكن احنا نحط اللي هي او نركب اللي هو نظام البوند لوب في البوند في البحيرة، تمام، بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه هنا، يعني بتكون كلها بتكون طافية على اللي هو سطح البحيرة او موجودة بداخلها، مش مشكلة يعني تكون ملموسة، لكن بشكل عام بتكون كلها موجودة بهذا الشكل. لاحظوا مع امتداد اللي هو الخطين الرئيسيات، كل الخطوط الرئيسية كلها هتنمد وحتروح للنظام الرئيسي اللي هو أنا بحتاج إنه أعمل له تدفئة أو تبريد. نيجي للنظام اللي بعده. النظام اللي بعده هو عبارة عن الأوبن لوب أو النظام المفتوح. في الأوبن لوب بنقول عنه إنه تكلفته بسيطة جدا، موفر بشكل كبير في المصاريف اللي هو التكلفة، بس بشرط إنه يتحقق عندي التالي. أول حاجة إنه تكون عندي كمية المية، وتكون اللي هي جودة المية عالية. كيف يعني جودة المية عالية؟ هتكلم عنها بعد شوية. في عندي الووتر كوانتيتي، كمية برضو بتكون كيف يعني جودة وكمية بالنسبة للمية، تمام.
وثاني شيء يكون مطابق للمعايير. طبعا كل نظام لازم أبنيه لازم يكون مطابق للمعايير، معايير الجودة بشكل عام، والالتزام بالمعايير هذه، يعني اللي هي المعايير ما وضعت من فراغ ولازم الالتزام بها ولا نتعرض للمسائل القانونية. وثاني شيء إنه مخالفة المعايير عادة بتعود عليها بالضرر، ضرر في اللي هو النظام اللي تم تصميمه. هذا النظام له اسم ثاني، الأوبن لوب، يسميه بامب اند دمب. ليش؟ لأنه ضخ وارمي، خلص ضخ وكب، خلص ما بنرجع نستفيد منه مرة ثانية، أو ما نرجع بمعنى آخر، يعني من زي الكلوز لوب، بيكون عندي حلقة الأنابيب متصلة فيها مع بعضها البعض، إنه أنا بضخ مية والمية بترجع لي مرة ثانية، وبنرجع نضخها مرة ثانية بعد ما نغطي الحرارة وهكذا. مش عندي نظام مغلق، لا عندي نظام مفتوح، أنا بضخ مية وبسيبها وباخذ مية من مصدر ثاني. يعني في بيكون عندي منبعين للمية، منبع وبكون عندي مورد، واحد منه باخذ منه المية والثاني بضخ فيه المية. هذا اللي بنسميه pump and dump، ضخ وارمي. قديش انا عندي، بقول لي بشكل عام، يعني انه الاربعة طون سيستم، النظام الاربعة طون، وحدة الاربعة طون اللي بيكون كفاءتها يعني الحرارية اربعة طون، بتولد لي اربعة طون، بيقول لي 100,000، بتحتاج ل100,000 جالون من المية لكل شهر. بدنا نحتاج ونستخدم مية 100,000 جالون لكل شهر. طبعا الجالون تقريبا 4 لتر، وبالتالي حوالي 400,000 لتر في الشهر، يعني تقدر تقول حوالي 3,000 لتر في اليوم الواحد. وهذا مش أمر بسيط، 3,000 لتر يعني 3 كوب مية كل يوم. 3 كوب مية بيلزمني حتى إنها تطلع تقريبا 4 طن من الحرارة، أو نقدر نقول في هذه الحالة إنه كوب لكل طن من الحرارة يوميا بشكل عام. طبعا هذا ممكن يخدم النظام، مخدم عائلة مكونة من 4 أشخاص طبعا في اليوم. النظام عادة أنت في اليوم 4 أشخاص في البيت بيستخدموا 6,000 جالون أو 24,000 لتر مية لكل شهر، يعني 24 كوب مية كل شهر للاستخدامات المنزلية. فعائلة من 4 أفراد تقريبا بتستهلك 800 اللي هو 800 لتر أو 8 من 10 كوب يوميا من المية لكل شيء. طبعا هنا للشرب المقصود فيها، للغسيل، للشطف، لكل الاستخدامات المنزلية بشكل عام، مش يعني إنه 5 كوب وخلاص، إنه بس في حتى في الاستحمام، يعني مش بس بيستخدموه استخدام يعني غير بس الشرب وهذا، لا مستحيل يعني يكون عندي كوب بستخدمه بس في الغسيل يوميا، يعني بس في الشرب يوميا. بنيجي للسبيشال سيستمز، اللي الأنظمة السبيشال أو الأنظمة الخاصة، بتكون عندي أنا عادة هايبرد سيستم، هايبرد سيستم، أو ممكن يكون عندي اللي هو ستاندينج ووتر ويل، أو ممكن يكون عندي حوض مغلق. تمام، الهايبر سيستم بيتم توظيف، او النظام الهجين بيتم توظيف في اكثر من نظام اللي ذكرناهم قبل، يعني اوبن لوب مع الكلوز لوب مع بعضهم البعض. بنيجي اللي هي الفيتشرز او البروز والكونز للجي اكس تشينج سيستم، للمضخة الحرارية، المميزات والعيوب. اول حاجه حنتكلم عن المميزات. اول حاجه يعني ايش انا بيعطيني هذا النظام الهيتنج اكستشينج، او يعني اول شيء بالنسبه ايش بستفيد منه في التدفئه، او ايش بستفيد منه في التبريد. بستفيد منه في التدفئه انه 1 كيلو وات من الحراره بالاضافه ل 3 كيلو وات من الجي ثيرمال هيت، انه كلهم اخذتهم حصلت عليهم من الارض، وبالتالي انا 4 كيلو وات 4 كيلو وات من الحراره استفدتهم. تمام، وبالتالي اللي هي معامل الكوفيشنت اوف بيرفورمانس، او معامل الاداء. تمام، معامل الاداء بيكون عندي من 3.5 ل 4.9. معنى هذا الكلام انه انا في عندي استفاده من اللي هي الايرث هيت، من الجيثيرمال هيت، بمقدار 4 كيلو وات. 4 كيلو وات وفرتهم او حصلت عليهم، وفرت كيلو كهرباء وحصلت على 3 كيلو من باطن الارض، يبقى صار عندي انا 4 كيلو وات انا استفدت منهم من النظام اللي ذكرناه قبل شويه.
بينما في التبريد، في التبريد انه الايرث تمبريتشر او درجه حراره الارض تمام بتكون ابرد من الايرث، من الاير تمبريتشر في مثلا في فتره اللي هي الصيف، وبالتالي في هذه الحاله انا قللت اللي هي قللت للضغط على اللي هو الاير كومبريسر، على الكولين كومبريسر، يعني نظام التكييف اللي بيكون عندي في الصيف حيكون العبء عليه اقل لما انا ببرد حراره الهواء المحيط والهواء المحصور داخل المنزل او داخل المبنى باستخدام اللي هي طبعا باستخدام اللي هي حراره الارض او الجيوثيرمال انرجي. كمان يقول لي ممكن انه الوحدات الموجودة عندي هذه شغالة طول اليوم بغض النظر ليل نهار او صيف او شتاء. ثاني شيء اللي هي السايت انرجي كونسامشن او استهلاك الانرجي حيقل بمقدار من 30 الى 50%. كمان اللي هي تكلفة الطاقة حتصير علي انا كمستهلك اقل، مصاريف الكهرباء او مصاريف الطاقة كل شهر هتقل بنسبة 20 ل 30% شهريا عليا، وبالتالي وبالتالي انه ممكن نقول انه انا عملت عملية ايكونومايزيشن او عملية اقتصاد تمام في الاستهلاك الطاقة، وفي ايضا حصلت على حرارة مجانية من باطن الارض، انه قللت الضغط كمان على الاجهزه الموجوده في المنزل. هذا اختصار لكل اللي ذكرناه قبل شويه من مميزات اللي هي الطاقه الجوفيه. كمان بيقول لي انه ممكن احصل على حاجه اسمها فري كولينج، يعني هي تبريد مجاني، هذا ممكن مش هلاقيه بالمره بعد يعني في اي نظام اخر. حتى نظام التهويه، التهويه تمام ممكن الاستفاده طبعا من الحراره الطاقه الجوفيه في اللي هي النظام التهوية، لأنه في النهاية بيصير للهواء الموجود عندي في المنزل بيصير له عملية تبريد أو عملية تسخين على حسب أنا صيف أو شتاء، وبالنسبة لاختلافه مع الهواء الخارجي بالتالي بيصير عندي عملية اللي هي تهوية أكثر. ليش؟ لأنه صار في فرق بين درجة حرارة الهواء داخل المنزل وبين الهواء خارج المنزل، وبالتالي بيصير عندي تيارات الهواء بتزيد وبالتالي بتحسن عملية التهوية. بالنسبة للإنرجي كونسيدريشنز اللي بدنا ناخدها في عين الاعتبار اللي هي الكوفيشنت اوف بيرفورمانس أو معامل الأداء، هذا مهم. في الـ ER هنتكلم عنه كمان شوية. هنا الـ ER، الـ ER بيمثل عندي الـ Energy Efficiency Ratio أو عبارة عن نسبة اللي هي كفاءة الطاقة، والـ COP أو الـ Coefficient of Performance قلناه قبل شوية هو معامل الأداء. فالـ Heating Efficiency بتنقاس بالمعامل الأداء اللي هو الـ COP أو الـ Coefficient of Performance، بينما الـ Cooling Efficiency أو كفاءة التبريد بتنقاس بالـ EER أو الـ Energy Efficiency Ratio. كل واحدة بتنقاس معامل مختلف عن الثاني. الـ Efficiency للنظام كله بنقيسها عادة عند درجات حرارة محددة وعند ظروف محددة، لأنه باختلاف درجة الحرارة باختلاف الظروف أكيد حتتغير عندي الكفاءة، وهذا شيء منطقي وطبيعي. فالـ efficiency rating بشكل عام بالنسبة للـ low efficiency، أقل efficiency ممكن أحصل عليها بيكون عندي الـ energy efficiency ratio فقط 10.6، الـ closed loop 2.9، تكون اللي هي معامل الكفاءة ومعامل الأداء. إلا في حالة اللو افشنسي في الكلوز لوب عند درجة حرارة طبعا 32 درجة في مئوية، بس بتنقاس في حالة الكولينج افشنسي التبريد بتنقاس عند درجة حرارة أعلى أكيد 77 درجة مئوية. طبعا هنا 32 قريبة جدا من اللي هو درجة الصفر السيليسيوس. بالنسبة هذا بالنسبة للكلوز لوب. بالنسبة في الأوبن لوب بنلاحظ إنه بتكون عندي في حالة اللو افشنسي أعلى، وطبيعي بتكون في الثلاث حالات طبعا في low efficiency و high efficiency و best available بتكون عندي في حالة ال open loop درجة اللي هي ال efficiency في حالة ال cooling efficiency بتكون طبعا أعلى، وال heating efficiency برضه بتكون أعلى منها في ال open loop منها في ال closed loop. في ال open loop بتكون دائما أعلى منها عنها في ال closed loop.
فمثلا لو أجينا في الصيف، كيف بتكون عندي درجات الحرارة؟ تمام، مثلا عندي 1/9 من 25/8 إلى 1/9 على مدار أسبوع تقريبا، من يوم الاثنين إلى يوم الأحد. شو درجة الحرارة كيف بتكون عندي في ما بين؟ طبعا على مدار الساعة، بتكون عندي أنا إيش في درجة الحرارة اللي بدخلها للبيلدينج، وإيش اللي بحصل عليها ريتيرن أوف لوم بيلدينج. درجة الحرارة كلها المتوسط تبعها كان حوالين 70 فهرنهايت. تمام، فاللي بيكون عندي كالتالي، إنه مثلا بتكون عندي درجة الحرارة ماخذة شكل الساين أو الكوزاين، أو ماخذة شكل الترانجولر، على فكرة ماخذة شكل اللي هو الدائرة المثلثية، مش مثلثية فعليا. أنا عندي هذه عبارة عن ساين مضيف لها هارمونيكس، تمام، أو مضيف لها اللي هو ترددات من مضاعفات التردد الأصلي. وبالتالي اللي بصير عندي أنا شكل الحرارة الموجود عندي، أو شكل التبادل الحراري، أو درجة الحرارة داخل الغرفة خلال 24 ساعة لمدة أسبوع كامل، بتكون عندي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا، شكل أشبه بالساين، تمام، من أي إشارة تانية. طبعا هو زي ما قلت لكم ساين مضيف لها هارمونكس، أو اللي هي مضاعفات التردد الأصلي. في حالة الريتيرن من بيلدينج بتكون أعلى درجة حرارة من السبلاي تو بيلدينج، هذا في الصيف. هذا الشيء منطقي لأنه أنا بيكون عندي سطح الأرض أعلى من باطن الأرض. باطن الأرض وسطح الأرض في فرق ما بينهم، بتكون عندي متوسط درجات الحرارة عندي مثلا 70 درجة مئوية، بتكون عندي درجة الحرارة أو 70 درجة فهرنهايت، بينما بتكون عندي درجة الحرارة مثلا في أحد أيام الصيف زي الجمعة وصلت ل 85، اللي هو 85 في النهار أو 80 فهرنهايت. أقل درجة حرارة حصلنا عليها يوم الاثنين، كان عندي درجة الحرارة تقريبا 70 فهرنهايت، أو يوم السبت، يوم الأحد عفوا، حوالي 70 فهرنهايت. لاحظوا معايا اللي هو لما بيكون عندي أنا بون واسع ما بين أعلى قيمة وما بين أقل قيمة، اللي هو بنسميها لو هاي، اللي بنسميها الهاي افيشنسي. في حالة الهاي افيشنسي بيكون الـ EER حوالي 16، تمام، بيكون عندي الـ EER حوالي 16، اللي هو الكولينج efficiency energy ratio. بينما في حالة اللي هو لما بيكون عندي اللي هو الفرق، طبعا مش هاي كثير، لما يكون عندي ما بين الهاي ما بين ما في حالة اللو، تمام، في حالة اللو efficiency الـ EER أو الكولينج efficiency كان 20 عندي، تمام، كان عندي 20. طبعا هذا النظام اللي احنا بنتكلم عنه هو عبارة عن نظام هاي افشنسي، بس في حالة كلوز لوب، في حالة اوبن لوب. يعني لاحظ معايا هذه عبارة عن الـ16 اللي حصلنا عليها هنا، هي عبارة عن كلوز لوب، بينما في حالة الاون لوب، الاوبن لوب، هذه كانت عبارة عن اوبن لوب، وهذه بتكون عبارة عن كلوز لوب، تمام. اما في حالة الشتاء كيف بتكون عندي درجات الحرارة؟ تمام، بتكون درجات الحرارة تقريبا معدلها السنوي، طبعا هنا بنتكلم على مدار أسبوع برضو، من 25/1/2004 إلى 31/1/2004. ممكن نعمل رسمة طبعا شبيهة بهذه الرسمة اللي قبل، في اللي هو درجات الحرارة في غزة. بكل بساطة ممكن تشغل ترمومتر، تستخدم اللي هو عبارة عن دائرة لقياس درجات الحرارة بشكل مستمر، وبالتالي بتحصل على منحنيات زي اللي بنشوفهم هنا. هذا المنحنى بيمثل اللي فوق عبارة عن درجات الحرارة أو الـ outside air temperature. بتكون درجات الحرارة عندي كانت يوم اللي هو الأحد والاثنين في حدود ما بين 25 إلى 20 درجة مئوية، نزلت عندي لحدود الصفر وتحت الصفر تقريبا لحد يوم الجمعة، من يوم الثلاث ليوم الجمعة، وبعدين ارتفعت عندي في حدود 5 درجات مئوية و10 درجات مئوية يوم اللي هو السبت 31/1/2004. هذه درجات الحرارة في الهواء الخارجي، لكن درجات الحرارة داخل المنزل كانت عندي كلها في حدود 45 إلى 50 درجة مئوية. طبعا لاحظوا معي برضه مرة تانية، في عندي أنا زي عملية أوسيليشن ساين كوزاين، ولاحظوا معي هذا بتظهر عندي أكثر في جزئية المية الباردة أكثر منها في المية الساخنة، تمام، لأنه في الحالتين أنا عندي درجة الحرارة في حدود 45 تنزل لحد 35 بالنسبة للريتين بامب، اللي هو بالنسبة للسبلاي تمبريتشر أو السبلاي لاين.
فبشكل عام اللي هو اللي لو اجينا احنا طول السنة من 1/1 الى 30 او 31/12 واخذنا درجات الحرارة على طول السنة، اخذنا درجات الحرارة على طول السنة في مكان معين، بيعطيني انه اعلى درجة حرارة قديش، اقل درجة حرارة قديش، قديش بيكون درجات الحرارة محصولة، وقديش بيكون عندي الافريج او المتوسط. فبنلاقي ان عادة اقل درجة حرارة تقريبا بتكون عندي في حدود 45 درجة مئوية، ممكن ناخذ المتوسط لإلها 48، وأعلى درجة حرارة بتكون عندي حوالي 68، أو ناخذ المتوسط لإلها حتطلع 64، يبقى أعلى درجة حرارة عندي هي 64 فهرنهايت، أقل درجة حرارة عندي 48 فهرنهايت، شكل الإشارة حيكون عندي ساين، والمتوسط إيش بده يكون؟ بتكون مجموع الإشارتين أو مجموع درجات الحرارة 2 على 2 64 و48 بيطلع حوالي 112 أو 112 تقريبا، 112 على 2 بيطلع عندي 56 درجة فهرنهايت. إذا عند 56 درجة فهرنهايت تقريبا بيكون عندي الأفرج لدرجات الحرارة الموجودة عندي هنا. فهذه هي درجة حرارة الأرض، بتكون 56 فهرنهايت سواء كنا في صيف سواء في شتاء، في أي يوم في أيام السنة على بعد 15 متر. لو قلت لك طبعا على بعد 100 متر قديش بتكون درجة الحرارة تتوقع؟ احنا قلنا 56، ضف لها 3 بتصير 59 فهرنهايت، لأنه كل 100 فيت بتصير 3 درجات مئوية، 3 درجات مئوية تقريبا. هنا بعض الـ considerations، الأمور اللي ناخذها بالاعتبار بالنسبة للطاقة. أول حاجة بالنسبة للـ circulating pump energy اللي هي طاقة المضخة، تمام؟ الـ pumping energy can be significant، بيقول لي انه بشكل عام بتكون مهمة جدا البامبنج، طاقة المضخة لازم بتكون بشكل عام عامل مؤثر. ليش حاسم؟ لانه هي بتستخدم عادة المضخة طول ايام، يعني 24 يوم 24 ساعة في اليوم على مدار الاسبوع، وبالتالي دائما شغالة طول السنة بتكون شغالة، وبالتالي البامب هيت افكتيف او اللي هو بدنا نقلل اللي هو معامل فعالية البامب أو المضخة البامب هيد. كمان بيقول لي إنه معظم الأنظمة، أنظمة اللي هي الأنظمة الجيوثيرمال أو الأنظمة الجوفية، بيكون عندي عادة في pumping energy excess pumping energy، إنه بيكون في عندي اللي هو زيادة في pumping energy أنا ما أستفيد منه، وبالتالي بدنا نعمل عملية circulating للpump energy، تمام؟ بدنا نعمل عملية circulating. فالcirculating للpump monitored energy في هذه الحالة، عملية المراقبة للpump circulating أو اللي هي طبعا إعادة تدوير الطاقة، تدوير الطاقة في المضخة، عملية مراقبته بتستخدم طبعا بتمثل 8% من من ال HVAC peak demand أو من اللي هو الطلب في حالة طبعا demand أو الحاجة، تمام؟ من حاجة نظام التدفئة أو التبريد 8% بتمثل منه اللي هي الطاقة المحتاجة لعملية المراقبة، لعملية السيركوليتنج، لعملية اللي هي تدوير الطاقة في الهيت بامب أو في المضخة الجوفية. وكمان بتستهلك 36% من البيلدينج اتش في اي سي، عشان تعرف انه كل انظمة التبريد التكييف 8% بتروح في عملية المونترينج، 36% من طاقة المنزل كلها بتروح في اللي هي من الطاقة اللي بستخدمها في عملية تبريد المنازل وتكييفها تروح في عملية الهيت بامبينج، وممكن تقول كمان انها مسؤولة عن 18% من كل تكلفة انشاء اللي هي انرجي، طبعا تكلفة إنشاء أنظمة الطاقة في المباني، أنظمة التبريد والتكييف. فأنت الآن لما بدك تصمم مضخة لازم قبل تأخذ في عين الاعتبار ناخذ عدة اعتبارات، تمام، اللي ذكرناها قبل شوية. وكمان أنت لما تيجي تقيم طيب إيش الخيارات اللي قدامي، كيف أنا بدي أختار النظام هذا، بدي أختار أجزاء، بدي أختار بدي أعمل له تصميم، بدي أفاضل ما بين التصاميم المختلفة، ما بين السيناريوهات المختلفة، ما بين اللي هي الأماكن المختلفة ممكن أحط فيها نظام، إنه هل أنا بدي أتكلم عن البومبينج، هل ممكن أستخدم بارالل بومبينج ولا سيريال بومبينج، يعني بارالل بالتوازي، إنه أستخدم تو ستيج مرحلتين،
ولا ممكن استخدم variable flow pumping، تمام، انه يعني الضغط بيصير داخل الانابيب مختلف، ممكن بيزيد ممكن بيقل في اي لحظة باستخدام آلية معينة او وفق آلية معينة. كمان ممكن انا يكون عندي اللي هو نظام اللوب ديستريبيوشن، نظام التوزيع يكون سنترالايزد يعني مركزي، او ديسنترالايزد ممكن اخليه غير مركزي. هذه كلها امور باخذها في عين الاعتبار لما بصمم نظام مضخة الهواء الموجود عندي. لعندي هنا بنكتفي، وبنكمل ان شاء الله في المحاضرة القادمة بنتكلم خلالها عن بكمل في اللي هو نظام الانرجي كونسيدريشنز مع اللي هو امثلة وارقام. يعطيكم العافية واللقاء في المحاضرة القادمة.